يا حياكم الله من جديد. للصيام العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، وهو مفتاح الصحة بالإضافة إلى الفوائد النفسية اللي تساهم في تهذيب النفس وتهدئتها وتساعد على إعادة التوازن الروحي اللي يحتاجه الإنسان طبعا. أكيد كذلك يساعد الصيام على سلامة صحة الجهاز الهضمي بشكل إيجابي، حيث يريح الصيام الجهاز الهضمي لساعات طويلة. وللحديث عن فوائد الصيام على الجهاز الهضمي وكيفية الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي في رمضان، يسعدنا أن يكون معنا اليوم الدكتور جابر أحمد العلي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير. نقول حياك الله وصبحك بالخير. الله يحييكم، صبحكم بالنور وصباح الخير للأخوة المشاهدين جميعا. يا حياك الله والساعة المباركة دكتور، شرفنا. في البداية نبي نعرف أهمية الصيام للجهاز الهضمي. نعم. وما تأثير الصيام في علاج بعض أمراض الجهاز الهضمي؟ طبعا الصيام له فوائد عديدة، أما إذا بنتكلم عن فقط الجهاز الهضمي، احنا تو قاعد نسولف تحت الهواء قلنا ان المريض لما يدخل الى المستشفى لاي سبب من الاسباب اغلب الاحيان يصومونه. صح، يصومونه الهدف لان الصيام يريح اعضاء الجهاز الهضمي، سواء اذا نفكر احنا في موضوع المعدة، الأمعاء الدقيقة، القولون، المرارة، الكبد، البنكرياس، كلها تدش في سبات ترتاح. وإذا ارتاحت هذا يعطيها راحة، تقل من نشاطها من عملها، وهذه فيها فائدة للجسم كبيرة لا تعد ولا تحصى مثل ما أنت تفضلت. جميل. إنزين، كما هو متعارف عليه دكتور، يعني كثير من أفراد المجتمع الكويتي يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، ويعني في مقدمتها متلازمة القولون العصبي والمزمن للمرضى اللي يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، شلون يمكنهم الصيام بشكل آمن؟ حلو. طبعا أمراض عديدة كثير. يعني أمراض الجهاز الهضمي، عندك الأمراض الشائعة بالكويت عندنا وخاصة تزيد في وقت الصيام، هي الإمساك، القولون العصبي، عسر الهضم، أمراض المرارة والقنوات المرارية تزيد في رمضان. طبعا كل هذا يزيد بسبب أمانة سوء التغذية، طريقة أكلنا، نظامنا الغذائي في رمضان يختلف عن الأشهر الأخرى. صحيح. فأنت إذا بتهدي من أمراض هذه، إذا بتكون عندك وقاية من الأمراض هذه ما تبيها تشد، لازم تحتمي الحمية الصحيحة. تعالج نفسك بنوعية غذاء، يعني عادي تأكل أكلك اليومي أو أكلك اللي في رمضان اللي إحنا نأكله، ولكن بكميات معتدلة بطريقة صحيحة. نوعية الأكل، كمية الأكل، ووقت الأكل، هذه الشغلات اللي تلعب دور كبير. يعني لا تصل للتخمة في الأكل. والله صعب إن ما يصلون للتخمة أختي غادة، ولكن هذا المطلوب. المطلوب إنك أنت صايم فترة طويلة، ما تي وتصدم الجسم. صح. بكمية كبيرة من الأكل، وخاصة إذا كان في دهون، إذا كان في حلويات كمية كبيرة، لأن المرارة والبنكرياس تشتغل يعني هاي سبيد. صح. قوتها العالية على الحلويات وعلى الدهون وعلى المقالي، واحنا في رمضان اغلب اكلنا شذي، دهون، مقالي، وبعدين نحلي. فهني تتاذى، تظهر مشاكل هذه تعطيها شوك مفاجئ. Exactly. ما تدري شلون. Exactly. تشتغل مع هذا. Exactly. الاكل. الارتجاع المريئي عندنا مشكله كبيره في رمضان. صحيح. كثير من المرضى يعانون من الارتجاع المريئي ويزيد عليهم اثناء رمضان. الامساك لان قله سوائل يبدون ياكلون، ولكن الفتره البسيطه ما بين الفطور والسحور ما ياخذ كميته الكافيه من السوائل. وايد ناس تحوشهم حصوات المراره، تتهيج، يقول ما يدري عنها خلال السنه، ولكن في 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 رمضان تتهيج عليه الحصوات المراريه، لانه صايم والمراره تكون في سبات، نايمه. صح. مرتاحه. بعدين انت تاكل كميه كبيره من تشريبه، صدمه تصدمها، تبدا تتحرك بقوتها، ممكن الحصوات تنزل الى القنوات المراريه وتسبب لك عاد المشاكل الثانيه. صح. اللي سبحان الله دكتور، يمكن اللي ياخذون ادويه. صحيح. اصحاب هذه الامراض لهم مواعيد محدده خلال اليوم. نعم. كيف راح تكون في رمضان ان شاء الله، وهل تستدعي القضيه انهم يروحون لطبيب هو المعالج حتى يغير لهم اوقات الدواء؟ اختي غادة، بعض الامراض لازم يراجع طبيبه. مثلا عندك في ناس تاخذ ادويه بيولوجيه. صحيح. تاخذ ادويه مثبطه للمناعه، تاخذ ادويه الكورتيزون. فهذه الادويه لازم انت تراجع طبيبك، يعتمد على حالتك، يعتمد على الجرعه اللي تاخذها، يوجهك متى تاخذها. صحيح. هل تاخذها بعد الفطور؟ هل تاخذها قبل السحور؟ وفي بعض الامراض الاعتياديه مثلا القولون العصبي، الارتجاع المريئي. الارتجاع المريئي في شويه هني لانه ياخذون ادويه مثبطه للحموضه.
فالعادة احنا نقول لهم اخذوهم الصبح قبل لا تتريق بربع ساعة نص ساعة اخذ الدواء وبعده بربع نص ساعة تريق. برمضان ما يقدر يسوي شيء. صحيح. مع ان البعض يقول لك ما يخاف انا اسوي. فهني نقول له اخذ حبتك تفطر عليها الله يكون بعونك وروح صل ريح لك 10 دقائق ربع ساعة وبعدين تبدا تتفطر او انك تاخذه قبل قبل السحور. ولكن أغلبية المرضى اللي عندهم مرض كرونز مرض التهاب القولون التقرحي أمراض الكبد الأمراض المناعية بالجهاز الهضمي الأفضل أنه يأخذ رأي طبيب المعالج يقول له أنا شلون طريقة الأدوية اللي أخذها. صح. إذا مرتين هل أسويها مرة في مجال إذا ثلاث مرات أقدر أسويها على الفطور وعلى السحور. يعتمد من مرض إلى مرض ومن مريض قوة إلى مريض قوة صحيح. زين دكتور لو نتكلم عن أهم أمراض الجهاز الهضمي اللي يقول لك هذه يعني حيل يصعب معها الصيام شنو هي؟ والله في كثير أمانة. أول شيء أي مرض يكون متهيج أو يكون المرض بانتكاسة إحنا نقول حق المريض لا تصوم. يعني مثال على ذلك عندك احنا عندنا مرض كرونز اللي هو التهابات وتقرحات الجهاز الهضمي. اذا كان في انتكاسه نقول حق المريض رجاء لا تصوم لان هني المريض يحتاج كميه سوائل يحتاج الى ادويه قاعد ياخذها من ضمنها الكورتيزون وغيره من الادويه فنقول له هذه لا تصوم. اثنين التهاب القولون التقرحي ممكن يشوفه قاعد ينزف دم آلام في البطن مستمرة يحتاج إلى مسكنات سواء بالوريد سواء بالعضل سواء هذا. بالإضافة عندك التهابات المرارة والتهابات البنكرياس. مرضى اللي عندهم مشاكل في الكبد في بعض المرضى عندهم مشاكل في الكبد مثل أمراض التليف الكبدي. صحيح. وفشل الكبدي هذه لا مستحيل نقول لهم صوموا لأن الصيام ممكن يدخل في يخلي الحالة في انتكاسة تنتكس أكثر وأكثر. صحيح. في انتكاسة. نعم دكتور جابر خلينا نتكلم على الاضطرابات اللي ممكن تحصل للجهاز الهضمي بعد الإفطار خاصة لما الواحد كذي يأكل بقوة. أي أكثر ثلاث أمراض هم ثلاثة تقريبا. واحد هو الارتجاع المريئي، اثنين هي عسر الهضم، ثلاثة مثل ما قلنا هي التهابات المرارة. صحيح. أختي غادة هذا كله سببها أنك أنت كليت كمية كبيرة ومفاجئة للجهاز الهضمي. بالضبط. الارتجاع المريئي هو عبارة عن ارتجاع الأحماض من المعدة للمريء. فأنت صايم طول الوقت ييت وفجأة احنا ما نقول لا تأكل أكل بعد 16 ساعة أو 15 ساعة. بالضبط. فيأكل كمية كبيرة أكيد راح يصير عنده حموضة وارتجاع. أو في بعض الناس يتسحر بالليل. إيه؟ يتسحر بكمية كبيرة حاط بباله أنه والله أنا عشان لأنه باكر أنا أصوم ما يقدر ينام. إيه؟ طول اليوم يعاني من الحارج يجيك يقول دكتور أنا الحارج ذبحني ما ودي أصوم. طبعا ما هو عذر شرعي وطبيا إحنا نقول له لا أنت تصوم ولكن أنت عدل الأكل. الموضوع الثاني هو عسر الهضم بنفس الطريقة يأكل كمية كبيرة فيقول لك أنا أحس بالتخمة ماني قادر عندي عدم ارتياح في منطقة المعدة أحس بغثيان أحس بترجيع ماني قادر بطني متفوخ. هذا كله بسبب نوعية وكمية الأكل اللي يأكلها. الناس اللي فعلا يلجؤون للمستشفى وممكن يدخلون للمستشفى هو اللي عندهم مشاكل في المرارة تصير الحصوات عندهم تبدأ تهيج المرارة وتنتقل من المرارة تطلع إلى القنوات المرارية تسبب الانسداد في القنوات المرارية والتهاب البنكرياس. هذا وايد نشوفها في رمضان ودائما نحذر يا جماعة إذا بتفطر أو بتتسحر يواش يواش يعني اهدى شوي وخل الموضوع منسق والله يبعد عنهم الشر مثل ما قالت اختي غادة. دكتور يعني يعاني أغلب الناس بعد أيام من صيام شهر رمضان زين من مكرم السامع الإمساك. شنو الأسباب اللي تؤدي إلى الإمساك وشنو يعني الطرق اللي تخلينا نتفادى هذه المشكلة؟ الإمساك كمرض هو يعني بكل بساطة 90% من الناس ما هو مرض عضوي يعني ما يكون عنده انسداد في القولون ما يكون عنده سبب خمول الغدة الدرقية ارتفاع نسبة الكالسيوم. سببه عادة يكون قلة كمية السوائل شرب تناول السوائل بجميع أنواعها وقلة الألياف يكون مو قاعد يأكل الألياف وقلة الحركة. هذه أكثر سبب شائع اللي يعطينا الإمساك. ففي رمضان لو بتأخذهم أنت واحد المريض ما يشرب سوائل بكمية كبيرة خاصة الماي خاصة الماي لأن فترة الإفطار تكون يعني قليلة فترة السحور محدودة فما ما يشرب سوائل بكمية كبيرة. هذا واحد. ألياف عندنا هذه شغلة وايد أنا لاحظها خاصة بالجيل الجديد
ما ياخذون الياف، ما ياكل فواكه ابدا، صح؟ ما يحبون الفواكه. مع ان الفواكه والخضروات شيء جدا مفيد للجهاز الهضمي، فيها الياف تساعد على ليونه الخروج، تساعد على حركه الامعاء والقولون. صحيح. وجدا مفيده. صحيح. ففي رمضان اكثر الاكلات تكون نشويات. صح. يعني اكلات ما تساعد على انه يكون مكرم السامع الخروج في ليونه. ثلاثه، الحركه. الحين بعد على الوضعيه اللي احنا فيها خلاص الواحد لازم يتحرك. لازم تكثر من السوائل، لازم تاخذ الياف بكميات كبيره، لازم تتحرك. سوائل دائما اقول حق المريض، اقول له وزنك ضربه في 3.5 يطلع كميه السوائل اللي جسمك يحتاجها خلال اليوم. وزنك 100 تحتاج 3.5 لتر، وزنك 50 تحتاج 1.5 لتر يوميا من السوائل، بالإضافة إلى الحركة. بالإضافة يعني دكتور تنصح بأن يكون هناك الإكثار من الألياف والماء حتى يحافظ على جهاز الهضمي. هذه من النصائح الضرورية للصائم في رمضان. صحيح. صحيح. جميل جدا دكتور. يعني في الختام وإحنا مقبلين على شهر رمضان، هل في نصيحة أنت حاب تقدمها للمشاهدين، للناس اللي قاعدة تتابعنا؟ إنزين، بجانب الكلام الرائع والجميل اللي قلته بالمحافظة والاعتدال في طريقة الأكل واللايف ستايل مال الحياة في رمضان. والأخوي هاشم، أهم شيء اللي أقوله، أن أي مريض يمشي على أدوية سواء بيولوجية، كورتيزون، أدوية مناعية وغيره، لو سمحت راجع طبيبك، اتصل على طبيبك، قل له أنا شنو أسوي بالأدوية هذه وشون أخذها. هذا واحد. اثنين، لا تصدم جسمك بالوجبات. يواش. شكرا لوجودك معنا دكتور جابر العلي، شرفنا في صباح الخير. شرف لي، الله يحفظك. حياك الله. الساعة المباركة. فاصل ونرجع نواصل معاكم. صباح الخير يا كويت.